المعالم التاريخية والحضارية والعلمية والثقافية تتناثر في العالية شباب. أعجوبة الزمان وموطن التاريخ ومنشأه، فكل زاوية في هذه المدينة لها قصة وحكاية دونها التاريخ في صفحاته. إذا زرت شيكاغو أو منهاتن الصحراء فلا بد لك من لحظات تجول وتطوف فيها بجامع شبام والمسمى بهارون الرشيد، فهو واحدا من أقدم المساجد في اليمن قاطبة، فيعود عمره لأكثر من 1000 عام. أول من وضع لبنة هذا المسجد سيدنا زيد ابن لبيد عليه رضوان الله، عامل رسول الله على حضرموت، وذلك في السنة 10 من الهجرة وفي عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد. في 2 الهجري 8 الميلادي أمر الخليفة واليه على حضرموت بإعادة عمارة المسجد، وأوقف له أوقافاً خاصة لخدمة وعمارة المسجد، وحينها وإلى وقتنا الحاضر سمي المسجد بمسجد هارون الرشيد. شهد المسجد خلال العصور الغابرة الماضية تجديدات، آخرها العمارة التي نشهدها الآن، وذلك سنة 1417 هجرية، وللأسف أزيلت فيها كل معالم العمارة والتجديدات القديمة السابقة. رغم حداثة تصميم المسجد إلا أنه يتميز بنمط معماري مميز يتسم بطابعه الحضرمي الممزوج ببعض التأثيرات المعمارية الأخرى. يظل للمسجد مكانته الخاصة سواء لقيمته التاريخية أو لنمطه المعماري أو لموقعه، فهو يقع في قلب المدينة الصفراء العالية، شباب التاريخ والحضارة.